انتقد دكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التعجل في وضع الدستور الجديد خلال مدة لا تتعدى الشهر، وقال البرادعي في تغريدة عبر موقع تويتر إن قمم الفكر صاغت دستور عام 1954 في 18 شهرا، وطلب القوى السياسية بعدم الاستخفاف بأهمية الدستور، وأضاف أن مصر تستحق أفضل من هذا. كما احتج البرادعي على انتخاب رئيس الجمهورية القادم وفقا للإعلان الدستوري، واعتبر هذا الإجراء استمرارا لانتخاب سلطات منقوصة الصلاحيات.